متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في تونس، نبت مباشر من مدينة بزيان من أمام عمالة تقريم بسليمان. متابعينا الكرام، معنا أصحاب الحمامات كاعين وطالع عليهم الدم. متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام اصحاب الحمامات كاين اللي باغيين الحق ديالهم، باغيين يحلوا لي حد الساعه، الناس مضرين فقط. كان كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام معنا متابعينا الكرام كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، ومعنا بث مباشر من مدينة بن سليمان. شوف اللي بغا يدير معايا الحوار مع عبد الصمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو المشاكل اللي عندكم؟ انا سيدي الحمامات سادوا لنا القهاوي حالين، الجوطيات عامرين، ابن سليمان يعني كيف العاده يعني ما كاينش. بلاتي موراك الصالونات حالين، لا صالات حالين. حنايا دابا الخدامات ديال الحمام، خدامه مساكن ديال الحمام ساد لنا الحمام. كاين فينا اللي عنده الكرا، كاين اللي عنده الوليدات، كاين اللي هاز القروض الصغرى، يعني تراكمت علينا من كل جهه. كنناشد الله سبحانه وتعالى هو الاول ومحمد السادس يشوف في حالنا. راه كارثه، راه الناس راه ما بقاتش، راه مصيبه كحله. راه الناس مساكن ديال الحمام راه ما لقوش لقوا ما ياكلوا، راه ما عندهم وليداتهم، راه عندهم الكرا، راه عندهم مصائب الكحله كتسنى فيهم. راه كاينه هنا اللي هازه القروض الصغرى، كاينه اللي بزاف ديال الحوايج باش تاكل وتوكل وليداتها. راه مول الكرا ما كيرحمش، كيقول لهم ما عارفش انا الحمام مسدود، انا بغيت الكرا نتخلص فيه. راه كيمشيو للحانوت كيقول لهم ما كنعرفش الحمام مسدود، انا خاصني نتخلص. راه انا غير ماشي سوقي انا الحمام ساد، يعني اي حاجه بالفلوس. راه خاصهم المساكين يخدموا، راه الحمامات مطلوقين في البلايص كلهم. علاش علاش غير بن سليمان وبوزنيقه والدار البيضاء وسميتو؟ راه الخدامات ديال الحمام راه مساكن حالتهم حاله، راهم حالتهم حاله، راه مساكن راه ما لاقينش. وراه كاين راه بزاف الناس كاينين الحمام هاز بزاف الناس خدام بزاف. نقل الحمام اللي ما هاش 15 واحد، هذا اللي ما هاش فيه 15 واحد. يعني راه شنقول لك، راه واحد الحاله. مالي الحمام مالهم؟ راه ما عندهم حتى مشكل، الحمام ديالهم يبقى مزودوا لهذا، ولكن راه الخدامه مساكن. وكاين اللي كاري الحمام؟ عاد كاين اللي كاري الحمام، المراه مسكينه معنايا كاريه الحمام وراجلها كيدير الدياليز، كيصفي الكلاوي. يعني مشاكل. والكرا ما كاين، ما غايقولش لك ان الحمام راه مسدود، يعني الكرا خاصك تحطو. راه كاين اللي كاري الديور، كاين اللي كاري البيوت، كاين واحد كل واحد مسكين شنو عنده من مشاكل. زعما قدروا بحساب هاد الناس هادو. راه الناس راهو كاين اللي فيه الامراض المزمنه، كاين اللي عنده الدواء، عنده المصائب الكحله. قدروا راه يعني زعما وصلت بينا لواحد الحد اللي زعما ما نقولش لك. كناشد الله سبحانه وتعالى ومحمد السادس. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله راه بنادم كتضيع، راه بنادم كيضيع. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، معنا واحد كسالات الحمام طلعت هي الكلمه ديالها. والله الا عينا حق لا اله الا الله، الا حشمنا حنا، حشمنا والله الا حنا حشمنا بهالطلوع والهبوط ديالنا، والله الا حشمنا. الله ينصر سيدنا، حلوا لنا الحمام، الله ينصر سيدنا. انا كساله كنحك الناس لداخل، حنا كنا كسالات هنايا. دابا من شهر ثلاثه، يعني باقي شهر نكملوا عام، مات لي صبنا ما نبيعوا،
ومول الكراوات راه تركمت علينا الكراوات والموضو. الا ما شوفوا من حالنا راه حنا عيينا هذا الله. وبن سليمان راه صغير وما فيه لا خدمه لا يديك لا يخليك، ما فيه لا بيع لا شراء لا شركات. الا خطانا الحمام راه حنا غنتلاحوا في الزنقه. شوفوا من حالنا لوجه الله، والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا. وشوف من حالنا وحال وليداتنا، راه وليداتنا ضاعوا بالجوع وما خدامين ما والو. راه عندنا ما عندنا لا شركه لا والو بن سليمان. ولادنا جالسين قراو وجلسوا الارض ما خدامين ما والو. ودابا راه حنا قلت صحتنا، حلوا لينا الحمام. واش الناس اللي باغا تعوم تعوم في الدار احسن من الحمام؟ راه المرض كاين كاين. الله يرحم لكم الوالدين. الا ما تشوفوا من حالنا الجهات. وبن سليمان راه ما فيه لا حاله لا والو. بن سليمان راه نقي، ما فيه لا مرض لا كورونا لا يديك لا يخليك. كل شيء حال، كل شيء خدام، كل شيء خدام، كل شيء لي صال القهاوي كل شيء خدام. الا حنا اللي سادين. علاش ربعة الحمامات بن سليمان سدوهم وسدوا لينا حنا القود ديالنا حرام من جنوب الله. وعاش الملك وعاش محمد السادس، والله ينصر الملك ديالنا والله يعطيه صحيحته. فمتابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، انتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان. ومعنا نشوفوا الناس لحد الساعة. السلام عليكم. سلام خويا، رحنا تضرينا بزاف، رحنا ما صايبين ما ناكلوا باش نخلصوا الكرا باش نخلصوا الماء. وليداتنا انا عندي مرض مزمن، عندي السكر، عندي الطنسيو، ما صايبينش باش تفرقعوا عليا صبعاني، ما عنديش باش نخلص الدواء، ما صايبين ما ناكل. ولادي باركين معايا ما صايبين ما ياكلوا ما يشربوا، ما كاينش الخدمه في بن سليمان. رحنا خدامين، كنا خدامين، كنا مروجن، ودابا الكرا كيتركب علينا. والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا، والله يشافيه ويعافيه. شوف من حالنا، الله يجعل ربي يشافيه ويعافيه لينا ويخليه لينا. الله يجعل ربي ينصره ويشافيه ويعطيه صحة جديدة. الله يشافيه، الله يعافيه. رحنا تمحنا بزاف أولدي، رحنا تمحنا بزاف بزاف. راه ثلاث شهور هادي دابا وحنا باركن، ومالي للدار كان باغيين يطرشوا لينا حوايجنا، راه باغيين يروحوا لينا حوايج. عام دابا، عام من شهر ثلاثة وحنا باركن، راه عام. ومالي للدار دابا ما بقاوش بغاو يصبروا علينا والو، يلوحوا لينا حوايجنا. الناس كيمشيو يعوموا في الصخر. والناس خدام، كلشي خدام اللي سوا حنا، حنا اللي ما خدامينش، حنا اللي باركين. ولادنا غادي يموتوا لينا بالجوع، وهنا انا ما صايباش باش نشري الدواء، ما صايباش ناكل، ما صايباش نشرب. هما اللي تضركوا النهار يهدوني، يقول لك راهي خالصين، انا ما عندي باش نخلصهم. الله ينصر سيدنا، الله يخلي لينا، الله ينصر لينا. عاش الملك، عاش الملك. إذا متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، انتم معنا بث مباشر من مدينة بن سليمان. فأصحاب الحمامات فقط كيطالبوا أن نفس الحمامات ديالهم، لأن عندهم حالة كارثية ولات عندهم. متابعينا الكرام، قوم معنا نشوفوا كذلك الرجال في هذه الأثناء. متابعينا الكرام، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. الأخ الكريم كما كتشوف، فيعني من السنة الفارطة والناس ديال بن سليمان كيعانيو، والمدينة أصلا المدينة يعني الناس كل يعلم كيفاش الحال ديال العيش ديال الساكنة ديالها. فمالك ما بالك أن يزيدوا الطينه بالله، ويوم يوقفوا لنا الحمامات ويضروا هاد الناس اللي مستضعفين، وما كيخدموا كما قلت كيخدموا باش يعيشوا، كيخدموا باش يعيشوا. راه من المستحيل انك يعني توقفهم ولو ليوم واحد. وهاد الناس هاد المسؤولين راه لحد الساعه راه كنقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ديروا لنا شي حل، ديروا لنا شي حل. حنا كنوجهوا النداء لسيدنا الملك نصره الله، يدير لنا شي حل. هاد الناس راه بغاو يديروا معنا حتى حل، راه حنا ضرينا. راه بارك راه كما كيقول المثل، راه وصلت العظم. يعني الانسان راه ضر بزاف. حنا دائما 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 حنا ضد، يعني ضد شي حاجه غير قانونيه. حنا كنجيونا بطرق قانونيه وسلميه، علاش؟ من اجل الحقوق ديالنا. الناس راه مضره، وهذا الشيء اللي كتشوفي راه ما هو الا جزء من المئه. هناك اناس ارهقتها يعني المواعيد الكاذبه. هاد الناس ولاو يكذبوا علينا يوم بعد يوم غير باش يحيدونا من امام العماله. وكنتيقوا وكنمشيو. اذا لما كناش نتيقوا في المسؤولين الكبار، فين باغي نتيقوا؟ من عندنا نتيقوا؟ ملي كيولي واعدك مسؤول كبير كيقول لك اودي جي النهار الفلاني ويلقاوك شي حل. فكتجي وكتمشي وكتريح وكتجي، ونفس السيناريو.
كيقول كي عاوتاني سير واحد النار او هاد المواعيد الكاذبه. حنا راه بغينا حل، حل عاجل. حنا راه ضرينا بشده، ضرينا فهمتي. حنا ما عندناش اجور مدسمه ولا مقدمه باش غادي نريحوا عام ولا نريحوا 8 شهور ولا. حنا كنخدموا يوميا باش نعيشوا، ماشي باش نبني ولا باش نديروا ولا باش نفعلوا ولا نتركوا. الله يرحم الوالدين. حنا كنوجهوا هذه الرساله لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله باش نقولوا لي ان مدينه بسليمان راه اصلا تعيش حاله مزريه، فما بالك تزيد وتضغط عليها بواحد القرار اللي صارم وجائر وظالم حق هؤلاء الضعفاء. هاد الناس هادو اللي كيجيو يوميا علاش كيجيو؟ راه مضرين. يعني كون ما كناش مضرين علاش غنجيو يوميا؟ راه ما يمكنش غنجيو وحنا ما مضرينش. راه نقول حسبنا الله ونعم الوكيل وهو الشاهد الاكبر، وغدا يوم القيامه غناخذوا الحق ديالنا شاءوا ام ابوا. وحنا كنطلبوا حل، حل، حل سلمي. يعني يفتحوا لنا الحمامات ولا يعوضونا جوج حلول ما كاينش الثالث ديالهم. وجزاك الله خيرا. كما شاهدتم معنا متابعينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، شوفوا معنا بث مباشر من مدينه بن سليمان من امام مقر عماله اقليم بن سليمان. الناس كلهم خارجين وهم كيطلبوا فقط بالحق ديالهم. كما شاهدتم معنا متابعينا الكرام، اذا متابعينا الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.